مساء الخير. عم طلع عليكم الليلة بالنشرة الفنية من العاصمة القطرية الدوحة اللي عم تشهد مهرجان غنائي ضخم بيحمل عنوان ربيع سوق واقف. نحن هون موجودين بالسوق التراثي القديم يلي فيه عم بيصير المهرجان، وكان شهد هالمهرجان ليلة لبنانية بامتياز أحياها كل من فارس كرم ورامي عياش. بداية الحفل كانت مع فارس كرم اللي أشعل الأجواء، فكيف كانت وشو صرح بمؤتمره الصحافي؟ شو حكي عن فضل شاكر؟ شو قال عن جورج والصوف وعن ستيلو الغنائي وعن تعاونه مع ملحم بركات؟ منتابع سوا بالتقرير التالي. اعتبر غنيتي اخر وحدة على الطيب، ما في ولد صغير الا ما بغنيها، ما في واحد الا ما بغنيها. على كله انا نزلت التنوره كمان كانت سهام بعض العالم يلي ما بتحبني، وانا بحترم رايه، وانا كمان مش لا يعني مش كل يعني ما حدا في يرضي كل العالم، بس انا مقتنع كتير باللي عم بعمله. وراح ما المصيبه انه جربوا يعملوا بس ما عملوا مثلي، اني يعني جربوا كل واحد بيجرب خلي يجربوا. انا بحب الشارع وانا انسان بسيط من العالم، وما بحب كتير البس كرافات وبابيون. انا بحب اللي عم غنيه لانه هيدا الشيء بيشبهني. انا ملحم بركات ما كنت كتير صاحبي انا وياه، وهلا من اعز الاصدقاء. اغنيه اسمها بلا حب وبلا بطيخ، هي العنوان بنقز، بس مضمون الاغنيه اغنيه حلوه كتير وتقيله. بتقول بلا حب وبلا بطيخ وبلا عشق وبلا احساس، حبك صار من التاريخ وارتحنا من وجع الراس. هول اجمل صوتين بالوطن العربي. نعم، جورج والصوف وفضل شاكر اكيد، وخسارة كبيرة انه ما يكون صوت فضل شاكر موجود بين الفنانين، لانه معلم ومطرب. بتمنى انه يرجع، بتمنى. جورج والصوف اذا بتجمع كل فنانين الوطن العربي ما حدا بيعمل قد ربع جورج والصوف. انا بتحمل مسؤوليه كلامي وبحكيها من ناحيه الشخصيه والكاريزما والسلطنه والصوت. الله يقدم له الصحه. الأجواء اللي كانت رائعة مع فارس كرم أكمل الحفل كمان وأشعله رامي عياش. كمان رح نشوف كيف كانت أجواء حفله، وأهم يلي صرح فيه بمؤتمره الصحافي، منها أمور جديدة ومنها أمور قديمة بتتعلق بالمرض يلي كان أصيب فيه ويلي الحمد لله ما كان خطير، ولكن أثار ضجة وجدل، وبعضها لليوم بعض الصحفيين بعضهم بيسألوا عنه لليوم. فكمان تفاصيل إطلالة رامي عياش من تبعها سوا بالتقرير التالي. إذا وقع صافي واحد ما قدر لا قدم ولا أخر بسياسة لبنان ومات موت رخيصة وقع صافي، حتى لبنان ما قدرته صح. طب كيف بقى بدك طالب منا نحن إنه نعمل ولو تعليق أو ولو نأدي رأينا؟ ما نأدينا رأينا النص الثاني رح يجي ضدنا، ما رح يخدونا أنه نحن، لأنه للأسف الشديد نحن مدبوغين. يعني إذا أنا من الجبل محسوب عفلان، إذا أنا من بيروت محسوب عفلان، إذا أنا عم بحكي صح ولا أكيد. فللأسف الشديد بطل أصلا في النفسية أنه نحكي، لأنه لبنان مسير وثلاث أرباع الوطن العربي مسير، وبتجي قرارات خارجية. الموضوع أول شيء ما كانش فيه غياب،
لخبرك ليش، لما بتكون انت عم تعمل مسلسل وفيلم والبوم وعندك جمعية خيرية فيها أكثر من 1800 طفل، وبنفس الوقت عم تعمل كليباتك وعم تعمل حفلاتك، ما بيكون في نوع من الغياب أو التقصير. هلا أنا كون مشقف مثل السوشي، كون مشقف، بس أنت لأنك بتحبني بدك تشوفني أكثر، وهذا جواب لحضرتك كمان، أنت بتحب أنك تشوفني أكثر، بس أنا فعلا بكون عم بنعصر عصر، يعني ما بقدر بقى أكثر من هيك أعمل. الموضوع بما يخص اللجان التحكيم، أكيد عرض علي ومن أوائل اللي عرض علي، ولكن أنا لما بكون ماضي كونتراكت بهالسنة بدي أعمل مسلسل وفيلم، أو بهالثلاث سنين بدي خلص مسلسلي وأعمل فيلم ونزل ألبوم، وبيكون عندك سكجول بحفلاتك، بتعطي لها التلفزيون يا بيقبل فيه وبيحطك معه بلجنة التحكيم، يا ما بيقبل فيه وبلكي بيصير في عرض تاني لسنة تانية أو سنة تالتي. فهي عرض وطلب كل هالمواضيع. شوف، ما في شيء كان إشاعة أبدا، اللي كذبوا هم كاذبين، لأنه هيدي عملية صارت وعملية قطعنا فيها، ولكن الحمد لله كانت حميدة. بتعرف الدكاترة بيقولوا كل تورم هو سرطاني، كل تورم هو سرطاني إلى حين أن يثبت العكس، وعندما ثبت العكس كان الموضوع حميد بكل بساطة. فنحن لا نقصنا إشاعات ولا نقصنا إشاعات سيئة بهيدا السوق. الصار أنه تفاعلت الناس بطريقة كتير كبيرة، وانتشر الخبر أكتر ما كنت أنا قادر أني أتحمله، لأني كنت صغير بالسن كتير، ما كان عندي خبرة الحوار، ما كان عندي خبرة أني أنا دافع عن نفسي. كان عمري بالضبط 21 سنة أو 22 سنة. إذن هيك كانت أجواء الليلة اللبنانية اللي أحياها فارس كرم ورامي عياش بمهرجان ربيع سوق واقف بقطر. أكيد أنا رح أرجع وأطلع عليكم بنشرات من هون مع نجوم لبنانيين وعرب، فخلوكم دايماً عم تتابعونا وتضلوا بألف خير.